الاعتداء مو بس على شيوخ العشائر، اعتداء على مجمل هذه المدينة. الاعتداء كان بكلمات بذيئة على المرأة البصرية، على العشائر، على المجتمع البصري. احنا مع القانون، لكن هذا الاعتداء ضد كرامة المواطن البصري خلق فجوة كبيرة بيننا كمواطنين بصريين وبين هذه القيادة والقائد. احنا اليوم مطالبين بإقالة ومحاسبة قائد الشرطة على كل الكلمات اللي أساء بها لهذه المدينة ولأهل هذه المدينة. حقيقة خرجت جماهير محافظة البصرة المتمثلة بشيوخ عشائر المحافظة وكفاءاتها وأكاديميها، وذلك استنكارا للتصريحات التي نسبت إلى قائد شرطة البصرة بالتجاوز والإساءة إلى أهالي محافظة البصرة وإلى المحافظة العزيزة الباسلة. محافظة البصرة هي سلة العراق الاقتصادية، وهي مشهداء، وهي لها تاريخ ودور كبير، لها دور ريادي ثقافي تاريخي. ما معقول اليوم يصدر من قائد شرطة يمثل منصب أمني رفيع في محافظة البصرة، كان المفروض منه أن يكون مساندا لأهل البصرة، أن يكون هنالك أخلاق في التعامل مع أهل المحافظة. لا يمكن أن نتقبل وجود هكذا قائد. نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء هذا الشخص.